مرحبا بالجميع. طبعا أنا ما أسوي دعاية إلا في سبيل العلم والمعرفة، ولا بأس، يعني الكتاب يعني خير صديق. عموما يعني أنا يعني واجهت أو رأيت قاموسا في اللغة الإنجليزية للمصطلحات، ولكن بصورة جميلة جدا. يعني أنا من المتخصصين والمتخصصون يحاولون دائما أن يأتوا بالكلمة المناسبة للشيء المناسب، محاولة في اختصار الوقت والزمن وعدم يعني ضياع المعنى أو الوصول إلى التباس. وكم تمنيت يعني أن يكون مثل هذا موجود باللغة العربية. طبعا دار العلم للملايين ما قصرت، ولكن يبدو أن يعني هناك ظروف، وأرجو يعني منهم إن سمعوا هذا الشيء أن يقوموا بفعل نفس الشيء ولكن للغة العربية. هناك المنجد بالنسبة للغة العربية، ولكنه واقعا لا يفي بالغرض. فخلوني واسمحوا لي يعني أروح معكم في هذا الشيء الذي يصلح للإنسان المثقف العام، وهو ليس لصاحب تخصص معين ولكنه يشمل الكثير من التخصصات. فلو فتحنا، طبعا أنا أخذت علشان أشجع حفيدي حسن لأنه يعتمد على الصور، فهو يأتي لك يعني في كل مرة. شوف، كل موضوع أساسي له لون معين. مثلا هنا عن الفضاء فهو لونه سمائي، أزرق سمائي، وهنا على الأرض ولونه أخضر، وهنا مثلا عن الحياة البحرية ولونه أخضر. فيعني لو ركزنا قليلا، مثلا هنا شخص يريد أن يعرف تفاصيل الحلزون، فهذا الحلزون من الخارج وهذا تشريحه من الداخل، وسنجد يعني كل شيء هنا مذكور اسمه، وهناك يعني له تفسير مختصر ووافي لهذا الشيء. فهذا مثلا جسم الإنسان، وهذه مثلا تقاطيع الرئة، وكل جزء فيها مثلا هنا تكبير لها، وهنا يشيل يسوي لك صفحات الرئة، وهنا أدوات معينة للمطبخ، وهنا أدوات معينة للسفر والكامبينج، وأدوات الخياطة والحوسبة والسفن والطائرات وكل شيء. يعني هذا واقعا يعني شيء يفيد الجميع. يعني مثلا يعني سعره 170 ريال، وأنا أعتبره رخيص نسبة إلى جودة الورق وكثرة الصور والطباعة والأحبار. لو أنت أردت أن تطبع هذا الشيء يمكن كلفك أكثر من 1000 ريال، لكنه بما أنه يعني مسوينه بصورة مكثفة. أنا طبعا هنا لهذا الناس المهتمين بالخضار والفواكه، أنا طبعا ألفت كتاب من قبل عن الصحة، ليتني شفت يعني هذا الشيء من قبل، لأنه يعطي بعض الأشياء حتى يفصل بين أنواع مثلا البصل، وهذا البصل وهذا بصل بصل وهذا كراث، فيعني يعطيك الفرق بينهم ويشرح لك. وهذه مثلا الدرنيات، فيشرح بينهم ويفصل ويقول لك إيش وما إيش. فواقعا يعني للي يعرف لغة الإنجليزية أو عند أولاد أرجو منهم يعني شراء هذا الشيء، فهذا لا يقدر بثمن، كما نقول priceless، لأن واقعا سعره فيه يعني يوفر الكثير من الوقت على الباحث، بدل أن يذهب ويبحث في الإنترنت ليرى ما يرى، فهو موجود. اشتريته ب 170 ريال تقريبا من مكتبة جرير، ومكتبة جرير يعطوني 10%، وطبعا مكتبة جرير ما عندها إلا نسختين، تقدر تطلبه من أي مكان آخر. زين، فلو كنت في أمريكا طلبت من أمريكا وأمازون. أمازون طبعا لما طلبته لم يكن غالي، لكن بما أنه ثقيل
كان بس نقله لي كان $20 يعني، فما تسوى يعني تقريبا 80 ريال بس، هذه حق غير سعره. عموما يعني واقعا انا سعيد واتصفح، وفي تقريبا 8000 صوره و25 ألف تعريف. واقعا يعني انصح نفسي والاخرين باقتناء مثل هذه القواميس المفيده المعبره.